شباب تونس حاجتها اليوم بدم جديد بروح جديدة. اليوم تونس بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة. هذه ما تصير كان في البلدان العظيمة بشعوبها الكل بكل مكوناتها. كل ما ثم وافد على الحياة السياسية تصير حملة تشنيع عليه. نعملوا له يعني لا على نصليه نعملوا صلاة يعني استسقاء باش هو يتكلم لا يجعلوا باش يتكلم. يبقى السؤال الغريب في الشعب التونسي العظيم أنه مرة أخرى ينتخب من هو فاشل الحال. لا أتمنى نجاح السيد قيس سعيد نظرا للجماعات الداعمة ليه من حركة النهضة إلى معناها حزب التحرير إلى بقية المتطرفين الأخرين. العبادة اللي تحكي اللغة كما هذه يعني خذيت حزب النهضة كمثال خطر أبرز مثال على اعتبار التوينسة اللي صوتوا له قطيع علالش القداسة متاع الشعب راهو الشعب غير مقدس. هي فعلا يعني إرادة الشعب أم هي إرادة الأتباع